عالم الأزياء. عالم الأزياء، ذكرين أغنية تقول خضر نشلك على عودك أي تهزينينا ولا يزينك، طبعا. بتتكلم عن النشل. ففي ناس على الانستغرام طلبوا مني أقول كلمات بحرينية أو محرقوية، أيوة قديمة قرأ. فأنا قلت خضر نشلك على عودك تهزينينا ولا يزينك. عاد الحين اشرح التالي، دخلوا جوجل بس راح نشوف النشل، ثوب النشل البحريني مع فاطمة حبيب. فاطمة صباح الخير. هلا صباح النور. كلامك بخير. صباحك فاطمة بخير. هذه مثل شيء تاريخي تقليدي، مع أن للحين عندنا يعني نسوان كبار في السن في البحرين يلبسونه. يا ديت لي حين تلبسه. والله انا احب البسه كل ما صار مناسبه او في المناسبات، حتى البنات يعني الصغار حتى يلبسونه. بالضبط. شنو ثوب النشل؟ لما نقول نشل اللي ما يعرف النشل، ثوب النشل هو طبعا ثوب ما 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 اعتبر بس بحريني. احنا الاصل اللي سويناه طبعا بس بعدين صار كل دول الخليج تلبسه. صح. هو حق المراه كانت تتزين في ثوب النشل، في لقصات مختلفة، ألوان مختلفة، في المفحح، في الملون، وفي اللي بالبريسم. أشكال وأنواع يعني كل واحدة تتباهى بالثوب اللي هي لابسته على حسب ميزانية زوجها. في ذاك الوقت يعني حتى قبل كنت مبهدلين أنت ولا لا؟ لا لا ما نرضى على هي السعودية يعني شوف كل واحدة لا أتكلم عن البنات والله في السعودية ولا في البحرين لا كل واحدة تهتم ولكن بطريقتها الخاصة. طريقتها الخاصة. أنا طبعا يعني ذبحتي في ثوب النشل مثل ما خبرت قبل، هو هي حطت الرأس هذه على هي هاي لازم هاي أي. لازم حطت الراس طبعا. اي هي لها قصه بعد، عشان اذا احد دخل غريب البيت ولا شيء على طول على طول، عشان او عشان لو تبي ترقص عليه سامري ولا خماري بعدين صح مو غلط حلو. عندك فاطمه انت الكولكشن ما بين خلينا نقول المودرن الحديث وما بين التراديشنال اللي هو التقليدي. اي انا اليوم لابسه شيء تقليدي بس لو تشوفون في الاشياء اللي اسويها ما اسوي التقليد التقليدي. قاعده احاول ان اخذ الانسبريشن مال الباك جراوند مال اللي هو من البحرين. حلو. بس على شيء مور مودرن ان تقدر المراه العصريه تلبسه في هاي الايام. حلو. حق طلعاتها سهراتها. ان ما تقدر تقول حتى انه هو اذا كان جلابيه كفتان فستان على حسب انت شلون تحط الاكسسوار عليه. ولان اللي سويتيه صعب ان شلون تاخذين منه يعني الوحي بس في نفس الوقت دخل عليه مثل ما قلت يمكن الناس تقول قفطان يمكن الناس تقول شيء ثاني. بالضبط. بس رغم هالشيء بدون مجاملة قدرت تسوين الصعب، يعني اللي يشوفه ويعرف ثوب النشل بيقول له هو أقرب للنشل عشان القصة وعلشان حتى اللي بالنص هو معروف بالزري. صح. في الزري فلا رايح على النشل. أنا لأن التارجت ماركت مالي حق كل الجنسيات. حلو. بما أن احنا في دبي أن it's a cosmopolitan place. فعشان كذي ما أبي بس شيء حق المرأة العربية، أبي شيء حق كل النساء. حلو. هاي جلابية ثانية بعد صايرة مثل سواري فيها قصة في النص مع حزام ينربط من ورا عشان يبين الخصر. الحزام هنا مخفي من داخل. اي وعشان يصير الفلو طايح كذي فلازم شوي يكون مرتفع عند فوق البطن. نعم. قاعدة يعني وايد قالوا ليها ممكن تكون حتى عباية، قاعدة اقول انا لما سويتها ما كان حق عباية، كان حق جلابية. جلابية او فستان سهرة. هو يمكن حسب حتى القماش، يعني لو كان كله اسود ممكن يصير عباية، ممكن ملون حسب اللون. سويت من ابيض واسود ناس لبسوه كعباية. اي ايضا قصة الظهر حلوة الدرابي اللي موجود. الدراب اي هذه عباية سهرة من الكريستال والحرير المكسر قدام اليد دانتيل موصلة حق اعراس حق سهرات في الليل يعني. نعم. يعني زي هذه مثلا العبايات تاعت المسائيه دائما تكون نفس الشيء شيفونات ودانتيلات، هل يطلبون فيها الوان ولا دائما يفضل تكون اسود عشان ما تتقيد حتى باللون؟ يفضل ان يكون اسود لان هي راح تكون لابستها بس لفتره معينه ما تدش الحفله مثلا او شيء وبعدين تفسخها. فدائما كانوا يسالون عن الاسود، سويت منها الوان بس تفضلوا الاسود. نعم. انت بديتي من البحرين ولا من دبي على طول؟ انا عايشه في دبي صار لي 6 سنوات وبديت توني السنه. توني السنه. تحسين ان عيشتك في دبي خلت تفكيرك شوي يتغير؟ اي وايد، يعني عشان كذي لو تشوف على الاشياء اللي اسويها وايد في الديزاين مالي كوزموبوليتان فيو حق الديزاين. هذه عبايه البشت. بشت. اي عبايه تراديشنال البحرينيه.
بس انا في قصه جديده. اوكي. تنلبس في تراولي في كل مكان صبح كان او ليل، في ناس طلبوها مني ساده بس بالكولر واليد بدون ال بدون الديتيلز اللي موجودين الديتيلز اللي فيها يعني بسيطه اكثر بسيطه اكثر حق الدوامات كانوا يبونها. اي شيء تلبسه البنت مستوحى من البشت في يعني جاذبيه بشكل غير طبيعي وهيبه يعني في هو في يعني هاي النظره الغريبه. لا إيه لما البنت تلبس شيء يخص الرجل بس عليها هي طبعا. نعم. حتى هاي خذيناها منكم. ايوه حتى البشت خذيناها. يعني انا مثلا يعني عندهم مثلا الاجانب عندهم البنت لما تلبس مثلا شورت جينز مع تيشرت تبع الركبي او كره القدم الامريكيه الواسع عندهم هاي يعني شيء جذاب او شيء جذاب بالنسبه لهم. صح. احنا عاد ما يقدرون يلبسون ركبي يلبسون بشت. لبسوا بشت او فانيله نادي محرك، ايش رايك؟ بعدين ليش لا؟ اعطني واحده بعدين. هذه عبايه من المخمل مع الكريستال للسهرات طبعا، داخلها شيفون وفوق المخمل عشان يكون لما تلبسها المرأة تكون اسهل عليها واخف لان المخمل شويه ثقيل. نعم. وملونه طبعا لان انا احب الالوان. حلو. هذه سويتها حق رمضان اللي هم مع البرقع في اليد. بطوله. البطوله اي. انا ابي احد يساعدني في ذا الشيء لان قلت مره بطوله وضحكوا علي. انا يمكن ما اقول بطوله يضحكون علي. فقلت برقع. يعني نفس المعاناه. انا على بالي الكل يسميها بطوله بس بعدين اكتشفت لا انه في انا بس هي ترى في البحرين احنا نسميها بطوله. فلما قلت لهم انه بطوله بطوله هذه اللي على الهواء. هذا اللي هي على الهواء الحين طالعه معانا. هي هي البرقع. هذه هي البطوله. عاد احنا في البحرين كيفنا؟ احنا قلبنا كلمات انجليزيه ما نقلب كلمه عربيه. كيفنا؟ وما زالت مستمرة يعني رغم انك انت سويتيها في رمضان بس ما زال الطلب عليها؟ ما زال الطلب عليها. في ناس للحين يعني دايفين انها هي فانكي انها واحدة تلبسها شوية شيء مختلف. اي خاصة حق القعدات والطلعات الكاجوال. وهذه اخر واحدة عندي بعد من المخمل سويتها حق الشتاء. فيها كريستال على صوب واحد بس. عشان لما لفت الشيله بعدين لما تلبسها تجي على صوب هني ما تتشربك في الكريستال. فسويتها على صوب واحد. في اكثر من شغله فاطمه انت تقولين التصميم او الفكره وتقولين عشان كذا 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 مفكره وايد في الديتيل. اي يعني كل شيء سويته بحب باشن. انا ما دشيت هاي المجال بس عشان اكون بلس 1 مصمم يعني زياده عدد لان ما شاء الله عشان الشغف ما شاء الله عندنا وايد مصممين الحين. صح. فانا بغيت اسوي شيء جديد. وطبعا انا دارسه في لندن فاشن سكول شويه كورسات عن الازياء وكذي فبغيت بس شويه ان اطلع اشياء جديده إنه ما أكون زيارة عدد. يعطيك العافية فاطمة حبيبي ونتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله. شكرا لوجودك معنا. وأنت بخير. راح نروح لآخر فاصل. بالضبط. ولسه بالبحرين. إي اليوم يعني بحريني بامتياز نستاهل. أكيد. أقل شيء أقل واجب. يعني فمعنا راح تكون هيفاء حسين النجمة البحرينية في الختام.